بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله هنتعلم تركة جديدة من تركات برنامج الأوتوكاد. زي ما انتم شايفين دي رسمة معينة، لما باجي أمشي على أي عنصر من عناصر الرسمة دي هتلاقي العناصر اللي أنا بمشي عليها المفروض إن هي بتقيد، زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده أي عنصر بمشي عليه ألاقي إن العنصر ده ممكن بيقيد ويطفي على حسب ما أنا ماشي عليه أو مش ماشي عليه. ممكن الحاجة دي ما تكونش متفعلة عند بعض الناس بحيث ان هو لعب في اي حاجه في البرنامج، فتفعيلها وعدم تفعيلها بيجي منين بقى؟ بجيب قائمه اوبشن، بكتب او بي انتر. من قائمه اوبشن باجي من عند الجزء اللي هو فيه سيلكشن، هلاقي في حاجه اسمها سيلكشن بريفيو when no command is active او when a command is active. عملت تشيك بوكس هنا كده، شلت الصح اللي على when no command is active وقلت له apply اوكي. هلاحظ ان انا لو جيت مشيت على اي عنصر من عناصر الرسمه مش هلاقيها ان هي فعاله معايا. ممكن ارجعها تاني، اكتب او بي انتر واجيب من قائمه اوبشن سيلكشن واعمل الصح when no command is active من بريفيو سيلكشن بريفيو، اقول له apply اوكي. لاحظ ان هي اتفعلت معايا، ولما بعلم على اي عنصر من العناصر او بمشي عليه الاقيه بايد معايا. اتمنى لو عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نكمل باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.